صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحين؟ كي دايرين مع خالكم رمضان؟ الحمد لله. انا تنجاوبكم دابا، قلت لكم الحمد لله بحال راكم جالسين معايا، ولكن راه فعلا رانا تنهضر معكم ورانا دايراكم في بالي وقدامي. انا جيتكم اليوم بغيت باش مشى كلشي، والله الا مشى كلشي، ولكن معليش معليش، ما عرفتش واش نحذف هادشي ولا نخليه. اشنو رايكم؟ نخليه ومالنا حنايا خاسرين؟ ما خاسرين حتى شي حاجه، اش خلات الشعيبيه؟ ايوا المهم، لا واه كما قلت لكم ما غنحذف حتى شي حاجه، لان في الحقيقه تتونسوني ولا ما نبقاوش غير نهضروا، خاصنا نضحكوا شويه ونديروا نكات مع بعضياتنا باش ما نعياوش من بعضياتنا. ما نهضروا 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 راه شويه راه تطلعي في الراس. المهم ندخل الموضوع ونجاوب على السيده اللي بغات تعرف الايجابيات والسلبيات ديال الطاليان. هي في الحقيقه اختي دابا الا كنتي باغا تعرفيها من خلال التجربه ديالي، انا في الحقيقه الوقت اللي دخلت فيه طاليان كله كان ايجابيات، ما كانش فيه سلبيات نهائيا. كان الخدمه موجوده، الا كنتي باغا تعرفي على الخدمه، الخدمه كانت موجوده، ما كانش عندنا مشكل ديال ضروري باش غتمشي دير دوموندا طلب في واحد الجنسيه، وهذيك الجنسيه هي اللي تتبدا تبري لك على الخدمه، وملي تتلقى لك الخدمه عاد تتعيط لك. حنا في الوقت ديالنا ما كانوش هاد الجنسيات، كنا تنمشيو تنصونيو على الشركات، تندورو بالطوموبيل ونصونيو على الشركات، وتي وزهرك تقدري تخدمي حتى ديك الساعه، وتقدري ما ربانا كاع الا تعطلوا عليك تعطلوا كاع الخدمه تتبداي تقلبي عليها، يوم يومين ثلاث ايام تتصبحي خدامه. وما كانوا حتى الخدمه ما تيطلبوش لك لا ديبلوم، ما تيطلبوا لك حتى شي حاجه، ملي خاصك تكوني صريحه. هما تيبغيو الصراحه، هاد الناس تيبغيو الصراحه، ماشي تكذبي عليهم. انا تنعرف نحدد، تنعرف نسودي، تنعرف ندير بناي، انا راه كنت معلم بناي، وتيبداو يكذبوا عليهم، ولكن تيجيوهم الصراحه، تيحطوهم في الامر الواقع. ملي الا لقاوك تتكذبي عليهم صافي تيضربوا عليك بالحمر زعما صراحه. اما الا جيتيهم الواقع وقلتي ليهم اودي انا ما يعني زعما انا ما عمرني خدمت هذه الخدمه، ولكن لا الا حاولتوا معايا ووريتوني رانا باغي نتعلم وباغي نخدم، تتجيهم هكاك تتعجبيهم زعما. هادشي انا تنقول لك عام من خلال داكشي اللي باغا، من خلال التجربه ديالي انا اللي مريت بها. انا جيت من القرايه، يعني ماشي كنت تنعرف حتى شي حاجه. اختك جات انا خارجه من القرايه، جلست 5 سنين ولا معرفت 6 سنين مع الكاشه تنبدل في الكانال وصافي، ما كنتش انا معلمه حتى شي حاجه في الدار. ولكن ملي جينا لهنايا جيناهم الصراحه، ما كذبناش عليهم وقلنا لهم بالله راه حنا ما تنعرف ما عارفه حتى شي حاجه، الا بغيتيني انا الرغبه ديال الخدمه رانا عندي وباغا نخدم، وما جيت لهنا خرجت بلادي وجيت الا وباغا نخدم، الا جربتوني ووريتوني رانا باغا نتعلم. وزعما صراحه يعني عندهم الخاطر وتعلموك بشويه، ولا تعلمتي تتولي وحده منهم صراحه. شويه على حساب تاني المساله ديال بنادم ما كانش بزاف، كنا المغاربه والتوانسه والمصريين كان على العرب، دابا ولاو كاينين الهنود، كاينين الباكستان، كاينين السنغال ما كانوش بزاف، دابا ولاو بزاف. والسنغال عندهم واحد الصله وثيقه مع بعضياتهم، يعني ملي تيدخلوا لشركه قبل ما الشركه
تتبغي تعيط لواحد الانسان والهادي هو تيقول لي ما انا مواجد لكم ولد عمي ولا ولد خالي ولا كاع السنغاليين ولاد عمو ولاد جدو. حنا تنديروها ماشي ما تنديروهاش، ولكن حنايا فينا واحد السم واحد شويه مع بعضياتنا المغاربه مع بعضياتهم، حتى فينا واحد شويه السم وفينا الغيره. ما تنبغيوش ديالنا، حنا دايرين بحال الطاليان في الحقيقه دابا، ولاو الطاليان كانوا ظريفين وكانوا ما تيعرفوش الكذوب وكانوا صرحاء وكانوا لا قال لك الكلمه هي اللي كاينه. ملي دخلوا هاد العناصر الاخرين المغاربه والتوانسه والجزائر بحال كيما طاري دابا في اليوتيوب، صراحه انا ملي تندخل اليوتيوب وتنسمع هادي شاده في هادي وهادي كانت صاحبتها وخدعتها وهادي باغا تشجع هادي وهادي عاطيه الفلوس باش تشجع الاخرى، يعني ما عرفتش انا علاش دايرين هاد الحرب هادي كاملين. الانسان يضحك ويلعب وياخذها بحسن رياضي، بواحد الانسان عاد يضحك عاد يسلي في راسو. هما صافي عين لقاو هاد اليوتيوب ولاو داخلين ليه تيضاربوا وهما في حاله بحال ما عرفتش باغيين يديروا، فهمتي؟ بحال هكايا دابا كان واقع هنايا في الطاليان. دابا ملي كانوا الناس قلال كان شي تيعاون شي، وكانت الدنيا هانيه، وكان بنادم حتى لا ربحتي بحال ربحت انا وبحال خدمتي حتى بحال خدمت انا. دابا لا، دابا ولا الحسد ولا البغض ولا تلا كريتي دار زوينه خاصني انا نمشي نقلب على دار احسن منك، ولا شريتي حتى طوموبيل هذه خاصني نمشي نقلب على طوموبيل اخرى اكبر منك. يعني هذا الشيء اللي خلق بزاف ديال المشاكل. وخلاص ملي عاقوا بهم بالله راه بلا تيديو مشيو للمغرب وتيديروا الديور ودايرين العمارات ودايرين هادي وتيجيبوا ليهم، حيت انا في العصر ديالي في العصر ديالي العصر ديالي العصر الحجري سمحوا لي في الوقت ديالي انا في الوقت ديالي انا الناس عندو واحد عندو ولد ولا جوج تيمشي يجيب ليه ديك لا باقي نتعقلوا البنات ديك التصويره دي المدرسيه. شتي هذيك التصويره المدرسيه كانوا المسكينيين الاغلبيه بني مسكين دابا يسمعوني يقطعوا لي راسي. المهم تيجيبوا ليهم هذيك وتيوريوها لهم ويقولوا لهم راه مولادي كاملين وانا تنجري عليهم وانا ما فحاليش، ولكن ملي ولاو تيمشيو للمغرب وتيدوهم هما اصلا تيدوهم هما فين خاسروها انه تيديوه وتيوريو ليه شوف اش درت، شوف هذه راه داري، هذه راه دار اختي، هذه راه دار خويا، ايوا صافي. الطاليان هما ما يجمعوا روسهم، وليتي تدوي معاهم تيقول لك نتوما راه تكذبوا فيكم شبعانين عكدوا. وراه صراحه نكون واقعيين واحد شويه. المهم هذه هي السلبيات من السلبيات اللي وراو الطاليان وخرجوا علينا وخرجوا على روسهم، لان يعني الناس خرجوا على روسهم وخرجوا حتى على هاد الناس اللي بحرا جايين. اما اختي الايجابيات راه كلها الطاليان، انا نقولها لك من عند اختك رابحه مادام جيتي لهنايا وسهل عليك ربي باش غتجي لهاد البلاد. وانا نطلب من ربي الله يسهل عليك والله يعطيك الله يعطيك الزهر اللي عطاه لك انا ربي. صراحه انا ملي دخلت لهاد البلاد وانا نحمد ربي ونشكره، باغا جميع الامه محمد الله يسهل عليها وكاع اللي تيدخل بالنيه ديالو، لان هاد البلاد نزيدها لك هادي في راسك اختي، الا كنتي داخله بواحد النيه صافيه ربي تيسهل عليك وتيعاونك. دخلتي بواحد النيه ما صافياش راه واخا تجمعي مال قارون راه ضروري تيخرج لك في واحد البلاصه، يا اما في عائلتك يا اما في ولادك يا اما في صحتك. لان هاد البلاد يعني محببه زعما صراحه على الله، يا ربي كاع الجميع يسمح هذا الميساج هذا ويدخلو ويقول يدير النيه. تيقول لك النيه ابلغ من العمل،
الا درتوا النيه ديالكم ودخلتوا بالنيه ديالكم و اش غنقول لكم انا حيت راه ما تنعرفش ندعي بزاف ما نديوش عينيك وصلني حتى للدعاء وقول انا ما اش غنقول لك لا اله الا الله صافي ما راه ما نقول لكم. المهم طاليان طاليان راه الفن طاليان خسرناه هنايا حنا اللي خسرنا الطاليان علاش بداك الحسد ديالنا والبغض ديالنا شتي على دخلتي اختي دابا اليوتيوب ولقيتي هاد القنوات مع بعض كاتهم تيضربوا شي قناه مع قناه اخرى قناه مع قناه هاي الطاليان مع جميع الشعوب اللي معمراها الطاليان راه ما بقاوش طاليانيين تيدوي ولاو على العرب مع السنغال مع المصريين مع مع المغاربه وكملوا جمعوا خلت الهنود عمروه ايوا لا اله الا الله اش نقول لك اختي المره الجايه كتبي لي اش من طريقه انا زعما صراحه اليوم راه بغيت نبقى شاده معكم الهضره وغنضحك معاكم وتوحشتكم وما زعما صراحه اني انا ما عرفتكش اصلا اشنو بغيتي اش بغيتي تعرفي بالضبط رابحة طلبي منها اللي بغيتي ولكن غير حدي ليا الايجابيات راه كثيره ديال الطاليان والسلبيات السلبيات هي اللي قلت لها لك الانسان خاصو قبل ما يحط رجله في شي بلاصه خاصو يفكر فيها مزيان وما نظنش ان كاينين شي سلبيات سلبيات بالنسبه للكرا ولا سلبيات بالنسبه للقانون ولا ما عرفتش السلبيات هي دابا اللي واقع هاد الاحداث اللي واقع دابا اللي تنشوفوها تغيرت بزاف وما الطاليان كله ايجابي والله يوقف لك الناس والله يسهل عليك والله عشان نقول لك انا اختي قلت لك رابحة اختك وصلها حتى للدعاوي وما تعرفش اش غنقول لكم والله الا ما سخيتش بيكم تنبغي نخرج وتنعقب ندخل ولكن اش غنقول لكم تبارك الله عليكم اوف او باي باي ولا ما نقول لكمش باي باي يلا بلاتي واحد شويه بلاتي واحد شويه حتى يضحك الوقت ما عرفتش واش جاوبتك ولا ما جاوبتكش ما نكذبش عليك اختي لانك ما حددتيش ليا غير حددي لي حددي ليا باش نعرف اش غنقول لك صراحه لان بالمسيره ديالي انا كما قلت لك من الاول انا تجربتي في الطاليان ربحتها 100% يعني ما لقيتش صعوبات ولكن ديما ترجع الفضل لان جيت عند الاخ ديالي ما جيتش ما عندي حتى شي واحد بالنسبه لك حتى الا جايه عند راجلك ولا جايه عند والديك راه ما عندك حتى شي مشكل ولا جايه عند شي ناس اللي فعلا عيط هلا وفكر ما كاين حتى شي مشكل حيت هو السلبي الا ما كان عندك حتى شي واحد هنايا واش غنقول لك جايه ما عندك لا فين غنتجلسي ما عندك الناس موثوق فيهم تما تبقى مشاكل بزاف الا بغيتيني نهضر لك عليها حدي ليا شنو بغيتي تعرفي وانا مستعده نقول لك كل شيء لان هاد لا فيديو هذا درتوه باش نضحك معكم وراكم شفتوا يعني تندخل ونخرج في الهضره ولكن معليش باش نبقى انا في الساحه ديال اليوتيوب والقناه والقنوات واللي ما عجبتوش هادشي اللي كاين واللي عجبته مرحبا واللي ما عجبتوش مرحبتين اش غنقول لكم رمضان كريم وتال فيديو اخر ان شاء الله